حبيبي جيسبر كو زالي بيان اموركم هانيه كلشي على خير كلشي بخير توحشتكم بزاف بزاف صراحه ما كنتش عول على هذا الفيديو هادشي باين غير من اللعيبه اللي دايره في شعري ما كنتش عول على هذا الفيديو شويه ويا تجي عندي ويام جات لعندي وهي تقول لي دابا غادي نوضو نخدمو داكشي المهم عندنا شي لعيبات خصنا نخدموهم مجموعين فغادي نوض ايه غادي نوض وغادي شوف كدير فيا نتوما شوف غادي نوض غادي ندير ماكياج وقلت علاش لا ما نتماكياش معاكم بيسكو انا صراحه البارح درت واحد سكين كير زوين لوجهي دونك دابا حسب وجهي نقي صايبت حجباني اتو غنشارك معكم حتى الكريون باش صايبت حجباني اليوم ومهم كيفاش صايبتهم بقاو معايا باش تشوفوا الماكياج ما غيكونش شي حاجه لي سبيسيال زعما عادي ماشي شي حاجه مي ندوز معاكم ندير غادي نحاول اني نقرب ليا لي تروك اللي غادي نخدم بهم دابا وترونت بهاد السيرواجي ترونت بزاف ما بقيتش صراحه ما بقيتش فهمتوا كيفاش راني نشرح لكم شي بقى هنا شي بقى لهاد الماكياج تخربقت بزاف المهم نخليها على الله وصافي نحط هادي هنا ناخذ هاد لاباليت ما عرفتش واش نلصق لي فوسي ولا لا نعاد نشوف بيوتي باليت شي عطاني الله هادشي اللي هزات لي مغرفتي ما عندي ما ندير المهم اول حاجه غادي نستخدم غادي نحاول غير نعطيكم هكا دي زيتاب خفاف اول حاجه غادي ندير ندير هاد لونتي سيرن هذا ديال طارت زوين بزاف البنات غادي ناخذ بانسو وبقاو معايا باش تشوفوا الطريقه البنات من بعد ما ابليكيت لونتي سيرم تحت حجباني وهبطو حتى على عينيا غادي ندوز وغادي نفيكسي بشي بودغ ليبغ فغادي ندير اي بودغ ليبغ عندكم اولا اي بودغ عاديه ديروها فوق عينيكم باش كتفيكسيو داك لونتي سيرم باش كيبقى فيكس وكتبقى لكم هاد البلاصه هادي مات باليت اللي كنستخدم انا بزاف اللي هي هذه ديال مورفي زوينه بزاف عندي منها جوج وحده مخليها انا وحده مخليها لهي المهم ها هي انتما هذوما الالوان اللي كاينين كيعجبوني بحال هاد لي باليت بالنسبه للبانسو غادي نخدم بهاد البانسو والالوان تقدروا ديروا اللي بغيتوا ليسونسييل في الماكياج انكم تكونوا عارفين لي زيتاب اللي خصكم تكونوا غاديين منهم وصافي هذا ما كنفقوا معايا تخربقت البنات علاش لانني بغيت نخدم على واحد لوتام اللي هو موف ولكن كنتفكر انني دوك العكوره الموف داك الموف اللي كندير زوين خليته في الدار ليه فدابا ما عرفتش واش نخدم شي حاجه اللي هي نيود ولا والله ما نعرف مهم انتم معايا وتنشوفوا الريزلت فينال اشنو غادي نديروا هادشي كامل كنصوروا لان غادي ناخذوا دي فوتو للانستغرام دي فيديو جداد فمهم شحال ديما ما قديت راسي هاد المقاده بدرجه هكا المهم انتم معايا نحاول نشوف شنو غادي ندير غادي ندوز وغادي ناخذ شويه ديال لونتي سيرم وغادي نديرو فوق عينيا بلاتي نشوفو ديك البانسو اللي خديت بيه قبيله وقيلا هو هذا وقيلا ماشي هو هذا يخليوه على الله وصافي المهم غادي ناخذ البانسو وغادي نديرو هنايا لونتي سيرم زعما وغادي نديرو فهاد البلاصه هادي شتو هاد البلاصه اللي كنطابوط فيها دابا وديرو غير شويه ديال لونتي سيرم باش تقدرو تحكمو فيه ما ديروش بزاف البنات هكا صافي وغادي نحاول انني ندمج هانتوما ومن بعد غادي ناخذ هاد لاباليت وغادي نشوف شي كولور من هادو اللي فيهم لي بايات ما عرفتش صراحه حيت هاد لاكولور هادي هي اللي غتبدل الشوفه في الماكياج مثلا درت هاد اللون
راه غادي يتبدل، الا درت هذا غادي يتبدل، الا درت هذا غادي يتبدل، يعني على حسب فهمتوا على حسب شنو اللون اللي غادي ندير انا. المهم انا غادي نفكر مزيان وعاد غادي نعتوما. شفتوا درت واحد لا كولور اللي هي ما جايه ما بين غري وما بين جولد، مهم جولد غري روز جولد غري، فهاد ثلاثه ديال الكولور. دابا غادي ندوز وغادي ندير ماسكارا. بالنسبه للماسكارا غندير غادي ندير هاد الميني ديال ميبلين، زوينه الصراحه، نوريكم الشيته ديالها هانتوما. عويليش كندير انا متديوش عليا، ها هي الشيته ديالها. دونك غادي نخدم الماسكارا، ولات كنخدمها بالطريقه اللي شفتها في تيك توك، خطيره ديك الطريقه اللي بنت كتطلع الشفر بزاف، اللي هي هانتوما كتشدوا الماسكارا بحال هكا طول وكدوزوها على شفرانكم هكا ياكو، دوزوها هكا. عرفتوا هاد لاستوس هادي واعره. ومن بعد عاد غادي تبداو تخدموا الماسكارا ديالكم هكا. شتو شوفوا دابا خدمت غير شويه وشوفوا دغيا داكشي تقعد. هذه هي الطريقه اللي كنخدم بها الماسكارا. فدابا خدمت الماسكارا ديالي مزيان، واش غادي ندوز دابا ليطاب اللي غادي ندوزو ليها؟ غادي ندوزو ليطاب ديال البشره ديالي. فالبشره ديالي كما قلت لكم البارح كنت عانيه بها صراحه، نقيتها مزيان قادتها مزيان، ودابا غادي ندوزو باش نخدم البشره ديالي. اول حاجه غادي نستخدم اللي هي البرايمر. بالنسبه للبرايمر انا كيعجبني هذا ديال ماك، زوين بزاف البنات، هذا برايمر وسيروم في نفس الوقت، زوين هانتوما وكيرطب فوالا. ناري خاصني نقلب لكم هويا نشوف واش كدير. الله ها انتما بحال هكا. من بعد غادي ندوز للفوندو طان ديالي. بالنسبه للفوندو طان ديالي تنستخدم تندير هذا ديال فيت مي، زوين بزاف البنات. هو اللي كيعجبني، ولا ريفيرنس ديالي هي 220. هذا خاص بالناس اللي البشره ديالهم دهنيه، فبقاو معايا. هادي راه كتصح ليا هنايا، راه ما نقولكمش عندي مايا هنايا انايا. المهم دابا وصلنا ليطاب ديال الغوج عليف، ونسيت البنيطانت ديالي حيت هو اللي كنديروا لاباز الاولى، انا ديما نسيتو، ما عرفتش صراحه دابا اشنو غادي ندير. اقسم بالله تنقلب الكاميرا، والله تنقلب نقلب دينا ما تشطح الناس ولا رجع بك عليا. المهم غادي نشوف صراحه شنو غادي، ما عرفتش
واش ندير روج اليف فرونسي واش ندير روج اليف نيود. وهنا فين فاش كنحير انايا نشوف من ضمن هادشي كامل اللي كاين هنا ما عرفتش الصراحه اشنو غادي ندير. اختاريت انني ندير سمعتي تحمقني وهاد لي زوج ديالها. المهم اختاريت انني ندير هاد الهدى بيوتي. هادو كيجيو دومي مات يعني ماشي مات حتى ما نعرف وماشي عاوتاني غلوس حتى ما نعرف. فهمتوا هادشي اللي بغيت نقول لكم. المهم درت كريون ديالي اللي هو مغلوق غادي نفتح دابا غادي نحاول نفتح بهذا حيت جاني شويه مغلوق. واخا التيم اللي باغا نصورو انا زوين هكا ولكن المهم نزيدو نفتحو بهذا شويه. فالبنات اكتشفت انني نسيت لا باليت ديال البرونز ديالي وانا شي حاجه بلا برونز ما جيم با. المهم غنقدي ونعدي بهادي حتى انا عندي البرونز شي حاجه اللي ضروري. هادي اصلا جديده مازال ما تفتحات. المهم البنات كان هذا هو المكياج اللي درت. ها نتوما مكياج اللي سامبل وشويه اوفر. هو سامبل وشويه اوفر وفي المراحل حتى هما شويه اوفر ولكن لوك فينال تيجي زوين. تقدروا تزيدوا عليهم دي فوسيل. ها نتوما وحتى الطريقه اللي وريتكم ديال الماسكارا زوينه بزاف البنات حيت شوفوا انا راكم عارفيني ما عنديش شفران وهاد الطريقه هادي فريمون حمقاتني. داكشي علاش ما بغيتش نلصق لي فوسيل حيت صافي زعما راه تبارك الله راه واصلين فين نزيد انا هاد لي فوسيل. فبالنسبه للشعر دابا هو اللي مازال ما عرفتش اشنو غادي ندير شنو الكاريته اللي غادي نديرها في شعري واش نطلق شعري ولا نبقى بهاد المشيطه هادي اللي كنت دايره دابا. فوالله ما نعرف. المهم شعري مازال ما هانت مره ما مصوب ما والو حالته حاله. فانا عاد غادي نشوف ونشوف زعما واش نصيبو ولا نصيب غير هاد القدام اللي لحقاش شويه عرقوا لي هادو. المهم انا غادي نشوف شنو غادي ندير. وبالنسبه لوك فينال يعني التصاور وكلشي غادي تشوفوه ان شاء الله في انستغرام ديالي. دونك ديما تنقول لكم ما تنساوش تبعوني في انستغرام ديالي اللي هو صفاء بيوتي اوفيسيال وحتى تيك توك تنكون متواجده فيه حتى هو بزاف لي فيديو راكم عارفين. وانستغرام تيكون فيه ستوريات بزاف هكا الا خبرت عليكم هنا في يوتيوب عرفوني كاينه في انستغرام ولا كاينه في تيك توك ولكن الاغلبيه في انستغرام. فهذا ما كان الغزاله ديالي كنبغيكم بزاف بزاف وكنتمنى فريمون ان هاد لا فيديو تكون عجبتكم ولا كيعجبكم بحال هكا نبقى نوجد راسي معكم. خليو عليا في لي كومونتير وخليو ليا لا فيديو الجايه اللي بغيتوني نصور لكم. فهذا ما كان كنبغيكم بزاف بزاف ونشوفكم ان شاء الله في لا فيديو الجايه. بيزو.